بغض النظر عن مدى صوابيتها فكرة، هو يتحدث عن جمهورية جديدة فيها الرحام تاعها هو القاعدة الشعبية متاع الناس، والتمثيل الشعبي والقاعدي هو الفعال، هو اللي يرسم الجمهورية الجديدة. لكن على الأرض على الواقع هو الذي يوحى إليه أفكار ويكلف سي بن عياد هذا باش ينقلب على المنظمات ويكلف لجان، يعني عكس ما يدعيه من الفكر قاعدي وتصعيد قاعدي، هو هبطا من فوق يوحى إليه باش يطبقوه الجمعيات والأحزاب والمنظمات. نعم، هذا 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 دليل آخر على حالة الانفصام التي يعيشها قصر قرطاج. أنت في كل شيء، يعني حتى في الخطاب، الخطاب السياسي تلقاه نمطي، ياخذ شعارات معينة، لا اعتراف لا صلح لا كذا، قمة بندونك، يعني النص بالنص والدستور على المقاس، كلها يعني شعارات ومعنتها نمطية يسمعها يعودها يلصقها في بعضها ويعطينا خطاب. اللي في أي خطاب لو كان ثم ناس تجي تحلل خطابات قيس سعيد في مستوى المضمون، اللي ما تقول لك هذه خطابات لا تستقيم عقلا، ينتقل من فكرة لفكرة ما تلقاش رابط بيناتها إلا هكا التفخيم والكلام معناتها كبير، بينما في الواقع هو العكس، هو العكس. هذه حالة الانفصام، يعني تلقى في مستوى الشعارات ديمقراطية حقيقية وجمهورية جديدة وإرادة الشعب واستيادة للشعب، لكن في الواقع ارصدوا يا ناس تلقى العكس تماما، تلقى العبث، تلقى معناتها محاولة تفكيك الدولة، المنظمات ايش عمل هو في القضاء ما عجبوش ناس عمل انقلاب عليهم، ورغم ذلك عاد ينقض القضاء. الانتخابات نفس الشيء، وحتى اليوم في الاتحاد الفلاحي، غدوة مش يجي الاتحاد الشغل، بعد غدوة مش يجي الرابطة، معناتها هذا هو الميتاستاز اللي كنت تحكي عليه وقالت عليه الأخت رزاد عكاش، هذا الميتاستاز هو الخطورة. أستاذ الخطورة اسمح لي، يقول نعم. الدستور سوف يكون معبرا، دستور جديد هذا المشي الذي سوف يطرحه على الاستفتاء، يقول الدستور هذا بكلمة الحرف سوف يكون معبرا عن إرادة الشعب ليحقق مطالبه كما عبر عنها في الاستشارة الإلكترونية. بمعنى ماذا؟ أقول جاوبك يا سيدي، هو جاوبك توا، هو الاستشارة اللي هي الناس الكل، الناس الكل حتى أنصاره المشاركة فيها في الواقع ما تفوتش 200,000 بالدزان وبالناس اللي تحت العمر القانوني وبالعسكر وبالبوليسية وبالشروط وبالرشوة والابتزاز، وصلت 500,000. هذا هو الشعب بتاعه، يعني هو اللي كان عنده توا هكاك التنسيقيات، هذاك هو الشعب الاخر، كله أعداء، الاخر الكل نرميهم في البحر. هذا هو، هذا المشكل، هذا مشكل، معناتها مشكل كبير، ذهني مشكل ذهني. يعني انت شتو الشعب يريد؟ اشكون الشعب هذا؟ اقريت خرجوهم نهار 8 مايو ولا 10 مايو شفناه بدعوه وبمساعده من وزاره الداخليه ولي تونس، وهكا سيد ديده قال صرفنا حرفيا في فيديو استمعت اليه قال صرفنا 51 مليون و18 قالوا 18 انكار في فيديو. اش جابوا بضعة معناتها مجموعة صغيرة قدام مسرح، هاك يعتبرها هاك الشعب. الاخرين اللي هما حتى هما لو كان معناها هاك الشعب هذاك اللي جاوا شي مجيش 1000، هاك يسمين 1,800,000، واللي مشاو نهار 15 ماي اللي فات، هذوكم حتى ولو يكونوا مش يكونوا 10 ملايين يعتبرهم هما 0. وهذوك هم الشعب، هذوك هم المتآمرين وما بيهم وعليهم إلى غير ذلك. هذه حالة عقلية يا أخي، هذه حالة ذهنية، هذه حالة ذهنية، وهو مكابر ما فيه حتى شك. هل يعني هذا ما يهمه حتى شيء؟ هل يعني هذا الآن سبقنا الخير؟ يعني بمعنى ماذا؟ حتى إذا كان الاستفتاء عندما يقول راهو كما عبر على استشارة إلكترونية وسميها ناجحة، ويقول رغم عرقلتها وضربها من المعارضة وغيره
ويقول رام هذوما اللي يحاولوا عرقلة الاستشارة الوطنية لا يمكن إلا أن يكونوا بمثابة العدو، عدو. وراوا على فكرة حتى حركة الشعب معاه، طالما حركة الشعب رفضت مش هكذا في الاستشارة بتبيع مشي كلاسيها مع بقية الأحزاب. بمعنى ماذا؟ حتى إذا كان الاستفتاء اللي يحب يعمله في 25 جويلية يكون مشاركته كما الاستشارة، هو مش يبني عليه طالما أنه مقتنع سيد رئيس الجمهورية. هذا هو منطق. نعم شوف، نعم شوف، في حكاية الاستفتاء سم إشكال، وأنا متأكد لهذا مش تبحثوه في حصص متاع برنامج. شوف الاستفتاء في الوقت الحالي حسب القانون الجاري بالعمل هو يقول بالأغلبية، يعني نتيجة الاستفتاء نعم أو لا تكون على قاعدة الأغلبية، يعني يشاركوا حتى 100,000، لذا كان ثم 50,000 مع واحد يقع إقرار الاستفتاء. هذا موجود في القانون. هذا القانون الحالي ما يقولش يلزم حد أدنى للمشاركة. طيب مثلا في بعض البلدان نلقاه في قوانين الاستفتاءات يقول لك الاستفتاء ما يكون ناجح إلا على الأقل مشارك فيه نصف الناخبين. يعني احنا في تونس اللي كان عندنا 7 ملايين و 8 ملايين ناخب 4 ملايين، هذا ما عندناش احنا في القانون للأسف الشديد. بس ماذا ان حصل نفسه، اسمح لي، ماذا ان حصل نفسه في الامر الجديد يقول لك يشاركوش 100,000، وبطبيعة طالما ان المعارضة هي تدعو الى المقاطعة يشاركوا سيدي حتى 200,000، هاتوا جبت 99% بطريقة هذه. اي هذاك علاش، هذاك علاش انا قلت لك هذا يطرح اشكال. اذا كان مش يمشي بالقانون الحالي، هنا المعارضة اللي تعتبره انقلاب وهي وغير شرعي ومطلوب عزله، شنو موقفها من هذا الاستفتاء؟ يلزمها تشارك وتشارك بكشافة بلا. وماذا إن دور انتخابات؟ دارت الانتخابات والهيئة اللي عملها هذه جديدة المنصبة يا ترى متزور ولا متزورش إلى غير ذلك. وفي الحالة هذه نسقط يسقط الاستفتاء إذا كان جاء الأغلبية بلا وشاركت القوى الديمقراطية فيه بلا، على الرغم من أنه غير شرعي. لكن السؤال كيف يقولوا لا؟ إيش مش يصير بعد؟ احنا ما نعرفوش. يلزم هل ترى في بعض الدول اللي كان في شارل ديغول وقت اللي عمل استفتاء وكان الأغلبية قالت لا مش استقال، احنا ما نعرفوش هذا إيش مش يصير بعد. هو هذا الحالة الأولى. هو ديغول الثانية. يا دكتور ديغول ما قالش لا الشعب، لكن جاب أغلبية طفيفة، ورغم ذلك ترفع ديغول الذي يشبه الرئيس الجمهورية نفسه به في الاستفتاء التاريخي. ما أعلم ديغول في بالي جاء الاستفتاء لصالح، أما كان طفيف مع الغالبية اللي هو، لذلك استقال.